هذا الفيديو برعاية متجر خليج كارد لشحن جميع الألعاب الإلكترونية. نبدأ بالصلاة على نبينا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. وبهذا الفيديو واحترف حركة الدودج بالشكل الصحيح او الشكل الاسطوري. طبعا يا اخوان ان شاء الله راح تطلعون من هذا الفيديو وانتم اساطير حرفيا بحركة الدودج. حبايب ما اطول عليكم بالبداية، ولكن يا اخوان عندي سؤال بسيط. انتم زر اللايك بقناتي خصوصا في عندكم مشكلة؟ اذا متخانقين يا اخوان انتم زر اللايك عادي والله بصالحكم عشان يصير لايكات على الفيديو. حبايب عن جد اخر فترة اللايكات وتفاعل القناة رسميا ميت، وهذا الشيء يا اخوان يحبطني وما يخليني استمر. فحبايب فضلا وليس امرا تكريما منكم لايك للفيديو، واللي مو مشترك بالقناة يشترك. بدون اي طالب المقدمة ندخل بالشرح ونقول بسم الله. طبعا يا اخوان حركة الدوج مقسومة الى قسمين، القسم الاول حركة الدوج بالشكل الصحيح والمنتظم، والقسم الثاني حركة الدوج مع الكراش. ولكن يا اخوان في خطأ يوقعون فيه اغلب لاعبين الدوج انه تعملون حركة الدوج بالشكل السريع. يا اخوان ننتقل للهاند كام ونشوف حركة الدوج بالشكلين المطلوبين والشكل الصحيح. طبعا يا اخوان قبل ما ندخل بتفاصيل الشرح راح اخذكم على عرض مميز واسطوري، وخصوصا للناس اللي تحب تشحن شدات ببجي موبايل بافضل واقوى الاسعار، لانه يا اخوان حاليا المتجر عامل تخفيضات ممكن تحصل شدات بنص سعرهم فقط. ندخل على العرض ونقول بسم الله. متجر خليج كارد يقدم لكم افضل العروض لشحن جميع الالعاب الالكترونيه، شحن شدات ببجي موبايل، كول اوف ديوتي، فري فاير، وفيفا، وابيكس، وكثير من الالعاب الالكترونيه. والاسعار متجر خليج كارد جدا اسطوريه، مستحيل تلاقي هذه الاسعار بالمتاجر الثانيه او المواقع الثانيه وحتى عندك بالأسواق. وخصوصا اسعار شدات ببجي موبايل ممكن تلاقيهم بنص سعرهم مقارنه بالمتاجر والمواقع الثانيه. واهم شيء بالنسبه لكم في متجر خليج كارد الامان عالي، سرعه الشحن، وفي دعم فني يتواصل معاكم 24 ساعه حتى في ايام العطل. وكمان متجر خليج كارد يتيح لكم الشحن عبر الباي بال او الفيزا او ماستر كارد. رابط متجر خليج كارد تلاقونه بالوصف ومثبت باول تعليق، او اذا بدكم تتواصلون معاهم عبر الانستغرام. يا اخوان مثل ما تشوفون هذه هي حركه الدوج بالشكل الصحيح والشكل المنتظم. من الخطا يا اخوان انك تعمل حركة الدوتش بالشكل السريع، يعني من الخطأ انك تاخذ دولاب الحركة كثير سريع يمين ويسار، لانك تصير من منظور الخصم تمشي مكانك وكثير بطيء والخصم راح يسيطر عليك. فيفضل مثل ما تشوفون بالهاند كام ناخذ اللاعب يمين ويسار او دولاب الحركة يمين ويسار بالشكل المتوسط والشكل المنتظم عشان انت تصير من منظور الخصم كثير سريع. كمان يا اخوان القسم الثاني من حركة الدوتش هو الدوج والكراوش مثل ما تشوفون بالهاند كام. كمان يا اخوان لازم ناخذ دولاب الحركة يمين ويسار بشكل متوسط مو بشكل كثير سريع، وكمان يا اخوان نضغط على زر الكراوش على كل سحبة حركة الدوج او الدولاب الحركة نضغط مرة واحدة كراوش، ما يصير كمان نعمل كراوش بشكل كثير سريع، ترى كمان من منظور الخصم ايمك يضيع، وعند الخصم انت كثير بطيء والخصم يقدر يسيطر عليك. فيفضل ناخذ دولاب الحركة شوية يمين ويسار بشكل متوسط، وكل سحبة يمين ويسار نعمل مرة واحدة كراوش. كمان يا اخوان مثل ما تشوفون بالهاند كام انا اختصرت لكم المشاكل والاخطاء اللي انتم تسوونها بحركه الدوج. اول خطا انه تاخذ اللاعب يمين ويسار ولكن بشكل غير منتظم، مثل ما تشوفون انه اللاعب يروح لقدام يرجع لورا، هذا كمان منظور الخصم انت عم تمشي مكانك وابدا مو حركه الدوج. او كمان مثل ما تشوفون انه تاخذ اللاعب بشكل كثير سريع يمين ويسار وتعمل كراوش بشكل سريع. في اخوان هاي اغلب الاخطاء اللي تخليك انت من منظور الخصم ما عم تعمل ابدا حركه الدوج وكانك واقف مكانك. يا اخوان بالنسبة لأفضل تدريب لحركة الدوج عشان حركة الدوج تكون عندك بالشكل المتوسط والشكل المنتظم، تجون على هذا المكان بساحة التدريب او على اي مكان في خط مستقيم، تصير انت فوق الخط تاخذ اللاعب يمين ويسار او دولاب الحركة يمين ويسار بشكل منتظم وبشكل متوسط، ولازم ما تطلع من ضمن الخط، يعني لا لازم تروح كثير لقدام ولا ترجع لورا، مثل ما تشوفون يا اخوان يعني تروح يمين ويسار بشكل منتظم، حتى اذا انت كنت تعمل كراوش مو مشكلة، اهم شيء انه تروح يمين ويسار بشكل منتظم واللاعب عندك لا يروح لا لقدام ولا يرجع لورا وتظل ضمن هذا مستقيم. في اخوان في كثير مكانات بساحه التدريب والتجمع الممتع في كثير خطوط مستقيمه انت تقدر تتدرب عليها، تاخذ اللاعب بشكل مستقيم يمين ويسار. في اخوان هذا افضل تدريب على الاطلاق ممكن تتقن بحركه الدوج وان شاء الله راح تستفادون عليه.
طبعا يا اخوان جاني اعلان على هذا الموقع، ممكن هذا الموقع راح يفيدكم تزويد متابعين الانستغرام مجانا. نصيحه لكم يا اخوان، لا تستخدمونه على حساباتكم الاساسيه، جربوه على حسابات وهميه شغلت 4 ايام او 5 ايام، بس استفدتم انه شفتوا امن استخدموه على حساباتكم الاساسيه. حاليا بشكل سريع اعلمكم كيف تسجلون دخول بالموقع. اهم شيء تفعلون في بي ان، بعدين ندخل على المستطيل الاول هو باللون الاخضر لوج ان، نحط اليوزر نيم او اسمك بالانستغرام، بعدين نحط كلمه السر بهذا الخانه، الخانه الاولى الخانه الثانيه، بعدين نعطي تسجيل دخول. بعد ما سجل معك الموقع لنفترض نروح على اول شيء 50 متابع، بعدين تجون على هذا المستطيل اللي فوق الاخضر تكتبون اسمكم بالانستغرام، بعدين نضغط على المستطيل الاخضر، بعدين يدخلكم على هذا المكان صورة حسابك او الملف الشخصي، نرفع شوي لفوق ونعطي بدء او لوج ان او ارسال المتابعين، بعدين يطلع لكم عداد 120 ثانيه بس ينتهون تقريبا 3 دقائق، يطلع لك انه تم ارسال المتابعين. طبعا يا اخوان انا عملت حساب وهمي مثل ما تشوفون، ما كان في ولا متابع، انت راح تتابع ناس تلقائيا وناس راح تتابعك هذا بشكل تلقائي. محمد Reloading. Target down. What's up? Cover me. The match is over, and the blue team is in the lead. Anyhow. Cover me. Killed. Reloading.
team is in the lead. No mercy. Reloading. The blue team leads with 30 seconds left.